بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غمًا بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. هذه الآية الكريمة يرى جماعة من المفسرين ارتباطها بالآية التي قبلها، ولا ريب أن الإطار العام لهذه الآيات جميعاً هو حديث غزوة أحد. فهذا الإطار على أي وجه من الوجوه يربط ما بين هذه الآيات، ولكن الخلاف إنما هو في الرابط اللفظي. هل الظرف وهو إذ متعلق بما قبله، أو أنه غير متعلق بما سبق في الآية التي قبلها؟ فعند من يقول بالتعلق الظرف مرتبط ببعض ما سبق، أي متعلق ببعض ما سبق في الآية السابقة مما يمكن أن يتعلق به الظرف، ولذلك وقع الخلاف بين هؤلاء الذين يقولون بهذا التعلق بما يتعلق هذا الظرف. فقيل بأنه يتعلق بقوله فشلتم، وقيل بتنازعتم، وقيل بعصيتم، وقيل بصرفكم، وقيل بيبتليكم، وقيل بعفا. في قوله ولقد عفا عنكم. ومن المعلوم أن القول بتعلق هذا الظرف بقوله سبحانه فشلتم أو تنازعتم أو عصيتم يؤدي إلى أن يترتب عليه الفصل الكثير بكثير من الفواصل التي تتخلل بين المتعلق والمتعلق به. فلذلك من البعيد ذلك، وإنما الأقرب أن يكون هذا التعلق بقوله عفا، لأنه أقرب مذكور إلى هذه الآية الكريمة. أما الذين قالوا بأن الآية مستقلة وليست متعلقة بسابقتها، فإنهم قالوا بضرورة التقدير، بحيث يقدر واذكر إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. وعلى هذا
فإن هذا التقدير لا يعني إعطاء إذ حكم الظرفية هاهنا، أي لا يكون حكمها على أنها مفعول فيه، وإنما حكمها على أنه مفعول به كما تقدم في نظائرها. فليس المقصود بإيقاع الذكر في ذلك الوقت، لأن ذلك الوقت قد انقضى، والأمر بالذكر إنما هو بعد ذلك. وعلى هذا فالمقصود بذكر إذ، اذكر ذلك الزمن. والتعلية إلى الزمن تعني بطبيعة الحال ذكر ما حواه الزمن، فإن الدلالة على ما حواه الزمن إنما جاءت بالطريق البرهاني كما يقول المناطقة، وهي طريقة بليغة في عمق دلالتها. وهذا الرأي لوحظ عليه لأنه يترتب عليه اختلاف المخاطب مع عدم وجود العطف، فإن المخاطب بذكر إنما هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمخاطب بتسعدون وما بعده إنما هو المؤمنون. وقد أجيب عن هذا بأن معنى ذكر اذكر، وهذا ينصرف إلى أن المقصود أن يوجه الخطاب إلى كل ذاكر، بحيث لا يكون الأمر خاصاً بالرسول صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما يمكن أن ينصرف إلى أي واحد ممن يمكن أن يذكر. وقيل بأن هذا إنما هو من باب قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، بحيث نودي النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم وجه الخطاب إلى جميع المؤمنين. فعلى هذا قوله سبحانه وتعالى اذكر يمكن أن يكون مخاطبا، تقدير اذكر يمكن أن يكون مخاطبا به الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، مع قصد جميع هؤلاء الذين هم أحرياء بأن يذكروا ويدكروا، وذلك لأن الحدث متعلق بهم. إذ تصعدون، الإصعاد إنما هو السير في الأرض المستوية، يقال أصعد في الأرض بمعنى أبعد السير فيها، وصعد يصعد بمعنى على، كأن يصعد على جبل أو يصعد فوق سلم أو على سطح أو يتسلق شجرة أو يعلو أي شيء مما كان ظاهر العلو. أما الإصعاد فهو السير في الأرض، وقيل هو إبعاد السير، الإبعاد في السير. وذكر جماعة أن الإصعاد إنما هو
السير في الأودية ونحوها، وخصه بعضهم بالأماكن المستوية، أي الإسعاد ليس كالصعود، الصعود إنما هو صعود من الأسفل إلى الأعلى، بل وجدنا من المفسرين من قال بأن الإسعاد إنما هو بمعنى الانحدار، وهذا كله مما لا داعي إليه، فإن الإسعاد إنما هو الدخول في الصعيد، فالدخول في المكان كالدخول في في الزمان يصاغ من المكان أو الزمان فعل بالدلالة عليه بوزن أفعل، كما يقال أعرق إذا دخل العراق، وأعمن إذا دخل عمان، وأيمن إذا دخل اليمن، وهكذا. والأرض بكل ما فيها مما هو ظاهر على سطحها تسمى صعيدا، فالصعيد هو ما كان صاعدا على الأرض أي فوق الأرض، وتسمى الأرض أيضا بالصعدة. فالإسعاد إذن إنما هو السير في الأرض التي هي صعيد وهي صعدة. ومن شواهد ذلك قول الأعشى: ألا أي هذا السائل أين أصعدت، فإن لها من بطن يثرب موعدا. أصعدت أي أين ذهبت من جهات الصعيد، أي من جهات الأرض. وكذلك قول الآخر: قد كنت تبكين على الإصعاد، فاليوم سرحت وصاح الهادي، وصاح الحالي. فالإسعاد هو أيضا هنا بمعنى إبعاد السير، كثرة السير. وهذه القراءة قراءة تصعدون، هي قراءة القراءة المشهورة عند العشرة جميعا، فكلهم قرأ تسعدون، ومعنى ذلك أن هذه القراءة هي المؤول عليها، وقد قرأ في الشواذ بغير ذلك، قرأ تسعدون. هذه القراءة رويت عن الحسن ومجاهد وقتادة وأبي عبد الرحمن السلمي والعطاردي واليزيدي، روي عن هؤلاء جميعا أنهم قرأوا تصعدون. وقد دلت الروايات على أن المؤمنين عندما أصيبوا بتلكم الهزة التي يذكرون بها هنا، إنما انصرفوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الوادي، كانوا منصرفين في الوادي. وقد جاءت الرواية عن بعض السلف أنهم تفرقوا، منهم من عاد إلى المدينة، ومنهم من كان في الوادي. وجاء عن السدي أن منهم من صعد إلى صخرة الجبل، وعلى هذا فيمكن أن يجمع بين القراءة المشهورة قراءة تصعدون والقراءة الأخرى، وهي قراءة تصعدون، لأن كل واحدة من القراءتين دالة
على حالة من الحالات التي حصلت لأولئك المؤمنين، فمنهم من صعد على الصخرة، ومنهم من أبعد السير في الوادي، ومنهم من ذهب إلى المدينة. فقراءة تصعدون تدل على إبعاد السير على صعيد الأرض، وقراءة تصعدون إنما هي تدل على الصعود فوق الصخرة. وقرئ أيضا تصعدون، وهي من تصعد يتصعد، بمعنى تكلف الصعود. وعلى هذا فإحدى التاءين محذوفة، أصلها تتصعدون، وقرئ بالياء التحتية، إذ يصعدون ولا يلوون، إذ يصعدون ولا يلوون، قرئ بذلك. وعلى هذا في هذا التذكير بتلك الحالة مع عدم مخاطبتهم، وإنما تذكيرهم بذلك بذكر حالتهم بأسلوب الحكاية عن الغائب. ولا تلوون، أصل لوى من لي العنق، فإن من لوى على شيء التفت إليه بعنقه، التفت إليه بوجهه ولوى عنقه. ومن لا يلوي على شيء إنما ينصرف لتوه غير ملتفت إلى شيء، فاللي إنما هو بمعنى العطف، سواء عطف الإنسان عنقه والتف لوجه عنقه، لا يلوي عنقه ملتفتا إليه، وإنما يذهب لتوه لأجل الأمر الذي أهمه. فهكذا شأن الخائف الوجل، إنما ينصرف لوجهه غير لاو على شيء. وهذا يدل على أنهم في انصرافهم ذلك كانوا كل واحد يعتني بنفسه، هاربا بنفسه من غير أن يلتفت إلى غيره، ولو داس بعضهم بعضا، وحمل بعضهم اللي هنا بمعنى الرحمة، وقال بأن معنى لا تلوون على أحد أي لا ترحمون أحدا، بحيث اشتغل كل أحد بنفسه. وبناء على هذا فإن لوى بمعنى عطف في حقيقته ومجازه، فالعطف الذي هو الرحمة هو في الأصل أيضا بمعنى اللي، من عطف الشيء يعطفه بمعنى ثناه إلى راحم، إنما يلتفت إلى المرحوم في عنايته به واشتغاله به. فاللي هنا إذن إنما هو يؤدي هذا المعنى نفسه، يؤدي معنى الرحمة بناء على هذا، ومعنى من إلا هم نفسه للهول الذي لحقه. قال بأحد، قول لا تلوون على أحد، هو الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، إن صرفتم عنه
وكان في ساقة الجيش، في مؤخرة الجيش، بحيث بقي بنفسه منصرفا عنه، وإنما بقي في قلة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم الذين أخذوا يقاتلون ويتوالون في الاستشهاد الواحد تلو الآخر. والظاهر أن المراد وصف الهول، هول الموقف. فمهما يكن من أمر، ولو كانوا هم انصرفوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا يدل على أنهم ربما التفتوا إلى غيره، أو أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم، إذ هم انصرفوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن جميع أصحابهم، كل واحد كان مشغولا بنفسه في هذا الانصراف. وقرئ ولا تلوون من ألوى ينوي، وهذه القراءة رواها أبو بكر بن عياش عن عاصم، وقرأ بها غير عاصم من غير القراء السبعة، بل من غير العشرة. وذكر كل من ابن عطية وأبي حيان أن هذه اللغة في لوى، وقال القرطبي بأنها لغة شاذة حكاها النحاس. وهذا هو الظاهر، الظاهر أنها شاذة، لأن المشهور في لوى أن يكون ثلاثيا وألا يكون رباعيا. وقرئ تلؤون، وذلك بتخفيف، وذلك بإبدال الواو همزة كراهة اجتماع الواوين، وهذه أيضا من القراءات الشاذة التي لم يقرأ بها أحد من القراء العشرة. ولاحظ أبو حيان لهذه القراءة أنها خارجة عن السنن، خارجة عن القواعد العربية، وذلك لأن إبدال الواو المضمومة همزة في غير أول الكلام، في غير أول الكلمة، أي في وسط الكلمة، إنما هو مشروط بشروط. من بين هذه الشروط أن تكون هذه الواو ضمتها أصلية وليست ضمة عارضة، واشترط بعضهم أيضا أن تكون هذه أن تكون غير معتبرة من حروف الزيادة في نفس الكلمة، بل هي من الحروف الأصلية فيها، إلى غير ذلك من الشروط. وقرئ ولا تلوم، وقد حملها في هذه القراءة ابن عطية على أنها مبنية على إبدال الهمزة، إبدال الواو همزة، ولكن تعقب ذلك أبو حيان بأن هذا إنما هو صادر عن عدم تعمقه في قواعد العربية في ذلك، ف
فإن التخفيف، تخفيف الهمزة إنما يكون بإلقاء حركتها على ما قبلها، وفي هذه الحالة عندما تبدل الهمزة لا يكون هنالك داعي لأن عندما تحذف الهمزة وتلقى حركتها على ما قبلها لا يكون هنالك داعي لمثل هذا الحذف في مثل هذه الحالة، نظرا إلى أن تلؤون لو قيل تلون مراعاة لإلقاء حركة الهمزة على اللام التي سبقتها ينعدم اجتماع الساكنين الذي يترتب عليه مثل هذا الحذف، فلذلك لا يكون داع هنا لأن تحمل هذه القراءة على هذا الوجه الذي اختاره ابن عطية. هذا هو رأي عندما تحذف الهمزة وتلقى حركتها على ما قبلها لا يكون هنالك داع لمثل هذا الحذف في مثل هذه الحالة، نظرا إلى أن تلقون لو قيل